هي بمثابة منجم ذهب للعراق، مسقط رأس النبي إبراهيم عليه السلام إحدى العتبات المقدسة لجميع الديانات الإبراهيمية في الجنوب، وواحدة من أهم المواقع الأثرية في العراق على مر التاريخ. ومنها تبدأ مسيرة الحج الأكبر الذي أسس له البابا منذ زمن بعيد، إنها مدينة أور أو تل المجير التاريخية. المدينة الأثرية الخالدة التي تزينت لاستقبال بابا الفاتيكان البابا فرانسيس خلال رحلته القصيرة للعراق، وإقامة القداس والخطاب قرب بيت النبي إبراهيم والصلاة من أجل أبناء وبنات إبراهيم بمشاركة كافة الديانات والطوائف في العراق. رسالات السلام والإخوة من هذا المكان، من هذا المكان أتى الإيمان، هنا بدأ الإيمان، هنا بدأ التوحيد، أرض أبينا إبراهيم. وتعتبر أور واحدة من بين عدة مدن شيدها السومريون واتخذوها عاصمة لدولتهم عندما استقروا في جنوبي العراق قبل 5000 سنة قبل الميلاد. واهتم السومريون ببناء المعابد من الطين والقير، ولكن نتيجة تغير الظروف الطبيعية والمياه الجوفية بدأوا ببناء معابد جديدة فوق القديمة، حتى تشكلت الزقورة أو المعبد السومري المدرج، والذي يعتبر أقدم أهرامات حضارة بلاد وادي الرافدين. وظهرت الزقورة بشكل جديد بعد إنارتها استعدادا لزيارة البابا، وهي المرة الأولى التي ينار فيها هذا المعلم الأثري. مدينة أور التي صنفتها منظمة اليونسكو ضمن لائحة التراث العالمي في مدينة الناصرية التي يطلقون عليها متحف الآثار العالمي، كانت مقصداً لزوار الغربيين في 70s and 80s القرن الماضي، وبها قرابة 1200 موقع أثري من إجمالي 12,000 موقع أثري في عموم العراق، تعود إلى أكثر من 6500 قبل الميلاد. ولذلك يريد البابا منذ زمن بعيد أن يؤسس الحج الأكبر الذي يبدأ من موطن إبراهيم في أور العراقية وينتهي بكنيسة القيامة في القدس.